بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خلق الله نبي هذا من محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسركم أطر النقر التعليمية على اليوتيوب أن تستكمل مع حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم هنتدرب على حل اختبارات ICDL فيرجن 5 المديول الثاني ويندوز 7. سبق إن إحنا قمنا بحل المديول الأول اللي هو ICT والذي يشير إلى Information and Communication Technology. اليوم بنتدرب على حل المديول الثاني اللي هو ويندوز 7. دائما وابدا بنسعد بمشاهدتكم وبمشاركتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarinagar. امر اول قناه طارق النجار التعليميه mrtarinagar1.blogspot.com. امر ابتدائي قناه طارق www.farmers.com/form.bhb. تعالوا هنا نتدرب على الجزء العملي. في الجزء العملي كلنا عارفين ان الاختبار مدته 45 دقيقة، عدد الاسئلة 36 سؤال. اليوم بنهديكم 97 سؤال شاملين كل كبيرة وصغيرة بالنسبة للويندوز. السؤال الاولاني مطلوب مني ان اغير خلفية سطح المكتب، شينج ديسكتوب ديسك داي باك جراوند، نغير خلفية سطح المكتب واعطيني باث او مسار ان انا اغيره بالصورة اللي اسمها سي الموجودة في المجلد M2، موجودة في المجلد Working File، موجودة في البارتيشن سي. كل اللي عليك انك تضغط كليك يمين على سطح المكتب، تظهر قائمه مختصره، هتختار بيرسوناليز، من بيرسوناليز هتظهر نافذه الخصائص هذه، ثم نضغط على ديسكتوب باك جراوند، من ديسكتوب باك جراوند تظهر نافذه اخرى، نضغط على براوز، ومن براوز نبدا نحدد السي ثم وركينج فايلز ثم الام 2 ثم اوكي، فيتم استحضار او احضار جميع الصور التي بداخل هذا المجلد. نقوم بتحديد الصوره اللي اسمها سي ثم نضغط سيف تشينج فيتم تغيير الخلفيه، ثم نضغط على ساب مي ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني عايزين نغير السكرين سيفر نجعلها فوتوز. كل اللي عليك انك تضغط كليك يمين على سطح المكتب، القائمه المختصره تختار بيرسوناليز، من بيرسوناليز هتظهر هذه النافذه، نضغط على سكرين سيفر اللي هي الاختيار بتاعها نان، فتظهر هذه النافذه الاخرى، نختار من خانه سكرين سيفر نختار فوتوز ثم نضغط على اوكي ثم اوكي، ثم بعد ذلك للموافقه على اجابه السؤال نضغط على سب مي. ننتقل للسؤال الثاني. مطلوب ان احنا نغير السكرين ريزوليوشن الخاصه بالشاشه. كل اللي عليك انك تظهر على سطح المكتب كليك يمين من القائمه المختصره نختار سكرين ريزوليوشن فتظهر هذه النافذه. من خلال هذه النافذه عندي الاختيار ريزوليوشن، نضغط عليه. الاختيار اللي هختاره هو 1024x768 ثم اضغط اوكي ثم سب مي. السؤال الثاني مطلوب انك تفتح نافذه هنعرض من خلالها اسم نظام التشغيل الموجود على الكمبيوتر، ولا تقم باغلاق هذه النافذه لان ده السؤال، لازم تتقيد بالسؤال وبالخطوات على اساس تحصل على الدرجه النهائيه. بعد ما تقوم بالاجابه على السؤال وتنفيذ تضغط على سب مي. يبقى في طريقتين هنا، لما تضغط كليك يمين على رمز الكمبيوتر من القائمه المختصره تختار بروبرتيز فتظهر النافذه اللي تحتوي على اسم نظام التشغيل وعلى الطابعه الخاصه به وعلى حجم الرامات الى اخره، يا اما تضغط على ابدا اللي هو الستارت هون، ثم بعد ذلك نضغط على كنترول بانل، من كنترول بانل نضغط على سيستم اند سكيورتي ثم نضغط على سيستم فتظهر النافذه اللي بتوضح لك ادي طبعه الويندوز اللي هو اصدار 7 وادي نظام التشغيل الموجود عندك ببياناتك بسرعه الوصول بجميع البيانات، ثم بعد ذلك تضغط على سبميت. السؤال التالي مطلوب منك انك تعرف الطبعه الايديشن الخاصه بالاوبريتنج سيستم، في طريقتين برضه، يا تضغط كليك يمين على الكمبيوتر تختار بريفيرتز هتظهر لك هي الجزء الاولاني، يا تضغط على الزر الهوم ستارت هوم، ثم بعد ذلك نضغط على الكنترول بانل، من كنترول بانل سيستم اند سكيورتي ثم سيستم فتظهر النافذه ادي الويندوز اديشن اهو، تقوم كده بالاشاره لها ثم بعد ذلك نضغط على سبميت. انتقل للسؤال التالي. مطلوب انك تفتح نافذه تعرض من خلالها حجم الرامات، وبرده في ملاحظه مهمه دونت كلوز ويندو، ما تغلقش النافذه. يبقى نفس الخطوات، يا كليك يمين بروبرتيز يا اما نروح من قائمه ستارت ثم كنترول بانل، من كنترول بانل سيستم اند سكيورتي ثم سيستم فتظهر حجم الرامات الموجوده على الجهاز، ادي انستولد ميموري رام اللي هي 3 جيجا، ثم بعد ذلك نضغط على سب مي. ننتقل للسؤال التالي. مطلوب انك تغير اللغه بتاعت المفتاح الى اللغه العربيه، ده كنترول بانل، يبقى من قائمه ابدا هنختار كنترول بانل، من كنترول بانل المره دي هنعمل ايه يا شباب؟
هنختار من اللي هي Split Language and Region، هنضغط على Change Keyboard or Other Input بهذا الوضع، ثم بعد ذلك من تبييض Keyboards and Language هنضغط على زر Change Keyboard، ثم نختار من Default Input Language هنختار عربي، ثم بعد ذلك أوكي فأوكي، ثم نضغط على Submit وتقل السؤال الثاني. باستخدام وظيفة المساعدة في نظام التشغيل، هذا هو السؤال، عايزين نحصل على معلومات على انستول ابروج كيفية تركيب برنامج، وبعدين بيديني ملاحظة لازم اتقيد بيها انك ما تعملش النافذة. طب هنعمل ايه؟ هتضغط على اللي هي ادي زر الستارت، نشوف كده يا شباب اهو، ثم بعد ذلك نضغط على هيلب اند سبورت، عند هيلب اند سبورت في هذه الخانة اللي هي سيرش هيلب هنكتب انستول ابروج، ثم اما اضغط انتر اما اضغط على الاستكشاف تظهر النتائج، ثم اضغط سبميت وانتقل للسؤال الثاني. السؤال الثالث هي نفس الطريقه بنفس الوظيفه، بس المره دي عايزين نبص على الفورمات اديسك، يبقى هنعمل ايه؟ عادي بقى تبدا، هنختار هيلب اند سبورت، ثم هنكتب في خانه السيرش هيلب فورمات اديسك، ثم انتر اي البحث، ثم نضغط على زر سبميت. السؤال الثاني مطلوب انك تعمل كابشر، يعني تلتقط صوره ل بحجم الشاشه فول سكرين ايمج، كل اللي عليك انك تضغط على زر اللي هو برنت سكرين من لوحه المفاتيح فيتم اخذ صوره الى الذاكره، ثم نضغط على سبميت. ننتقل للسؤال التالي، عايزين نشاهد قائمه بالملفات الحديثه التي تم استخدامها. في الحقيقه قدامك الطريقه المثاليه انك من قائمه ابدا انك تضغط كليك يمين على ريسنت ايتمز عشان تقلب كل الملفات، تضغط كليك يمين عليها وتختار اوبن فيتم عرض جميع الملفات، مش 10 ملفات فقط او 15 ملف، دي الطريقه الصحيحه، ثم نضغط على سبميت. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني عايزين نعمل شت داون بالنسبه للتطبيق الذي لا يستجيب. هذا التطبيق ادي التاسك بار الخاص بيك، اسم التطبيق برزنتيشن 1، الحاله بتاعته نوت ريسبوندنت، كل اللي عليك انك تحدده، ثم تضغط على ان تاسك، بعد ذلك تنتقل على سبميت للسؤال الثاني. اوبن ابنت ابلكيشن، عايزين نفتح برنامج الرسائل ونفذ الملاحظه اللي بين القوس انك ما تقفلوش لان ممكن يكون في اسئله اخرى. كل اللي عليك انك تنزل القائمه ابدا، ثم اول بروجرامز، ثم اكسسوارز، ومن اكسسوارز هتختار بين فيتم تشغيل البرنامج. زي ما قلنا لازم تسيب النافذه مفتوحه لان ممكن يكون في اسئله اخرى يترتب عليها، ثم تضغط سبميت لتوصيل اجابتك للمصحح التلقائي. بعد ذلك ندخل السؤال الثاني، عايزين نشغل برنامج الاكسل مايكروسوفت اوفيس اكسل، كل اللي عليك من قائمه ابدا هتختار اوت بروجرام، ثم مايكروسوفت اوفيس هنختار مايكروسوفت اكسل 2010 فيتم تشغيل البرنامج، ونسيبه مفتوح زي ما هو، ونضغط على زر سبميت وننتقل للسؤال الثاني. عايزين نقوم بتشغيل الابلكيشن باوربوينت بنفس الطريقة من قائمة ابدا، هنختار اوت بروجرامز، من اوت بروجرامز هنختار مايكروسوفت اوفيس، ثم هنختار مايكروسوفت باوربوينت 2010 فيتم تشغيله، وننتظر لان هو طلب مني ان انا ما اقومش بالاغلاق، بس عشان اجابتك توصل وتعتد كاجابه لازم تضغط على سبميت. ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي عندي ملفين مفتوحين، واحد بنت والتاني نوت باد، عايزين الاول اللي ظاهر هنا البنت، عايزين نعمل سيرش تبديل ما بينهم، يبقى كل اللي عليك في طريقتين، يا اما تضغط على الملف اللي هو نوت باد الاسفل كده فيتم اظهاره في المقدمه، يا اما كان ممكن من التاسك بار من شريط المهام تضغط عليه في الاسفل فيتم اظهاره، ثم بعد ذلك تضغط على سبميت. ننتقل للسؤال التالي، عايزين نعمل استرجاع ريستور للملف اللي اسمه فاملي فاكتورز، تمام، بدون غلق النافذه. طيب هتبص اسفل كده في شريط المهام بتاعك تاسك بار، تضغط على الفاميلي ريستور فيتم ارجاعه واظهاره اعلى كل النوافذ المفتوحه، ثم تضغط على سبميت. السؤال الثاني، عايزين نقوم بتحريك الريسايكل بين اعلى النافذه، يبقى عايزين نضغط عليها ونسحبها الى اعلى النافذه، كل عليك ما تضغط عليها وتسحب وتقوم بتحريكها اعلى النافذه توب رايت على هذا الوضع، ثم تضغط على زر سبميت. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني احنا عايزين نحرك النافذه المفتوحه. السؤال اللي فات كان في ايكونز وانت بتحرك وده دي نافذه مفتوحه، وده اسمها فعلا اللي هي النافذه المفتوحه، ده الباص الخاص بيها اللي هو الام 2 موجوده في الوركينج موجوده في سي، عايزين نحركها بنفس الطريقه الى ابر رايت في الجزء العلوي ناحيه اليمين، تضغط عليها وتسحبها بهذا النحو ويتم تحريكها الى اعلى النافذه، ثم نضغط على سبميت. السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين نفتح الريسايكل بن، عشان تفتح اي ايقونه او مجلد
كل حاجه محتاجه دبل كليك فيتم فتحه ثم بعد ذلك نضغط على زر سبميت. السؤال الثاني، عايزين نعمل نافيجيت ابحار الى هذا المسار، يعني عايزين نوصل لهذا المسار. نافيجيت يعني جو تو. طب نوصل للمسار ده ازاي؟ انك تضغط على رمز الكمبيوتر دبل كليك، ثم تضغط على السي سواء من هذا الجزء او من هذا الجزء، ثم دبل كليك على مجلد وركينج فايل، ثم دبل كليك على مجلد ام 2، ثم دبل كليك على المجلد اي سي دي ال تيست، ثم دبل كليك على المجلد الباد مونيتور، ثم دبل كليك على المجلد فيميل، فيتم فتحه بهذه الطريقه وما نقومش بالاغلاق لان في ملاحظه، ثم اضغط على سب ميل. السؤال الثاني، السؤال الثالث، عايزين نعمل غلق لهذه النافذه، نعمل كلوز لهذه النافذه. كل اللي عليك انك تضغط على هذا الزر بهذه الطريقه فيتم غلق على الالت اف 4 ثم اضغط سبميت. ننتقل للسؤال الثاني، عايزين نفتح التطبيق اللي هو النوت باد ابلكيشن ونكتب داخله ناس ليرنينج انجلش، خد بالك من الكابيتال والسمول في السطر الاولاني، ونحفظه باسم انجلش ويكون امتداده ناس تي اكس تي تي اكس تي ويكون في هذا المسار. يبقى هنقوم بالتشغيل من قائمه البدء، نختار اول بروجرام، من اول بروجرام هنختار اكسسوارز ثم النوت باد فيتم تشغيله. اكتب هذه العباره الكابيتال كابيتال والسمول سمول، ثم من فايل سيف از، ثم بعد ذلك احدد المسار ان انا اضغط على السي، من السي افتح المجلد اللي اسمه وركينج فايل دبل كليك، وافتح المجلد اللي هو الام 2، ثم بعد ذلك اقوم بكتابه الاسم اللي هو انجلش، واغير اللي هو النوع اخليه تكست دوكيومنت اذ لم يكن تكست دوكيومنت، ثم اضغط على زر سيف ثم سبميت. انتقل الى السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين يعمل اكسباند، عايزين نعمل تمدد لمشاهده مجلدات سطح المكتب في النافذه اللي قدامنا. يبقى نبص كده ناحيه اليسار، ادي الديسك توب اهو سطح المكتب، اضغط على كليك يمين، من كليك يمين اختار اكسباند فيتم تمدده، ثم اضغط على زر سبميت. طب السؤال الثاني، عايزين ننشئ مجلد على هذا المسار، اسم المجلد بي بي كير. يبقى كل اللي عليك انك تفتح الدبل كليك على الكمبيوتر، ثم تفتح السي، ثم دبل كليك على مجلد وركينج فايل، دبل كليك على الام 2، ثم بعد ذلك هتلاحظ ان هو اعلى النافذه ان هو في حاجه اسمها نيو فلتر، اضغط عليها واكتب الاسم البي بي مسافه كيف كابتر كابتر وسمول وسمول، وبعدين اضغط انتر. في طريقه ثانيه بدل ما كنت تضغط على نيو فلتر تضغط كليك يمين وتختار نيو ثم فلتر، بعد ذلك تضغط على سب مين. ننتقل للسؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين ننشئ مجلدين فرعيين على هذا المسار، مجلد باسم جرز ومجلد باسم جرز. طب نوصل للمسار الاول، دبل كليك على رمز الكمبيوتر، ثم نفتح السي، ثم دبل كليك على الوركينج فايل، ثم دبل كليك على الام 2، ثم دبل كليك على البي بي بكتشر، ثم اضغط على نيو فولدر فيتم انشاء مجلد اسميه جيرلز جي كابيتال، واضغط انتر فيتم تثبيته، ثم اكرر ثاني نيو فولدر واكتب اسم جديد بايز وهكذا، ثم نضغط على سبميت. السؤال الثاني، عايزين نحذف المجلدين اللي هو البي بي كير والبي بي تويز من المجلد اللي اسمه تيست الموجود في هذا المسار. نوصل للمجلد الاول، تفتح رمز الكمبيوتر، تفتح السي، دبل كليك على مجلد وركينج فايل، دبل كليك على مجلد ام 2، دبل كليك على مجلد تيست، ثم بعد ذلك نقوم بتحديد المجلدين البي بي كير والتويز، ان احنا نضغط فنقوم بتحديد الاولاني، ثم كنترول ونضغط بالزر الايسر على المجلد الثاني فيتم تحديدهم، ثم تضغط ديليت من لوحه المفاتيح او كليك يمين على اي واحد في اي لا اي مجلد تم تحديده وتختار ديليت، اذا ظهرت نافذه تقول له اوكي ثم سبميت. السؤال التالي ده بالنسبه للمجلدات اهو، السؤال عايزين نحذف بس الحذف ده هيكون ملف وليس مجلد، نفس الطريقه نفس الفكره، هتوصل الاول للمجلد اللي اسمه تيست في هذا المسار اللي احنا عارفينه خلاص، بعد ما وصلنا له خلاص فتحنا لقينا الملف، اقوم بتحديد الملف والضغط كليك يمين ونختار ديليت من لوحه المفاتيح، نختار ديليت من القائمه المختصره او نضغط على ديليت من لوحه المفاتيح ونوافق على الرساله اللي تظهر وبعدين صب ميت. السؤال الثاني، عايزين نعمل استرجاع للمجلد اللي اسمه بي بي كير من الريسايكل بين، اعمل ايه؟ هتفتح دبل كليك على الريسايكل بين فيتم فتحها، بعد ما فتحنا الريسايكل بين هتقوم بتحديد المجلد اللي هو البي بي كير، ثم تضغط كليك يمين وتختار من القائمه المختصره ريستور فيتم استعادته لمكانه، ثم تضغط على سب مين. كده السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين نعمل استرجاع للمجلدين اللي اسمهم بي بي كير وبي بي تويز الموجودين في الريسايكل بن على المسار الخاص بيهم. كل ما هتعمله انك هتعمل دبل كليك على ريسايكل بن،
ثم هتضغط على زر ريستور اول ايتم لان الاثنين تم حذفهم من مكان واحد، فاضغط على ريستور اول ايتم فيتم استرجاعهم الى المكان الذي سبق الحذف منهم، ثم اضغط على سب ميت. السؤال الثاني، عايزين نعمل افراغ لسله المهملات انتي ذا ريسايكل بن. اضغط كليك يمين على ريسايكل بن من القائمه المختصره، اختار انتي ريسايكل بن، ثم اضغط على زر سب ميت. السؤال التالي، عايزين نعمل تغيير لخصائص الملف اللي اسمه فاكنشن سكيدول، والملف ده اكسل. اذهب الاول الى المسار اللي هو سينو سينتاكس سلاش وركينج فايل ام 2 اهو. بعد ما نوصل للمسار باسلوب صحيح، وصلنا الى المسار، هنبدا نشوف الملف بتاع الاكسل اهو. اضغط كليك يمين عليه واختار خصائص، ومن الخصائص اختار هيدن ثم اوكي، ثم اضغط بعد ذلك على زر سبميت. السؤال الثاني، عايزين نغير خصائص الملف النصي اللي اسمه الباد مينيتون ريبورت، ونجعل الخاصيه بتاعته ريد اونلي للقراءه فقط. نصل الى المسار اللي هو موجود قدامي. بعد ما نصل الى المسار الموجود واتبعنا التعليمات والخطوات ونحن عندنا الكفاءه في ذلك، نضغط هنجد هذا الملف اللي هو الباد مينيتون ريبورت. اضغط كليك يمين عليه واختار خصائص، ومن الخصائص اختار ريد اونلي ثم اوكي، ثم ارسال الاختيار عن طريق الضغط على زر سبميت. السؤال الثاني، عايزين نعمل اكستراكت فك ضغط لكل الملفات المضغوطه الموجوده في الملف اللي هو اي سي دي ام تيست على نفس المسار. هنعمل ايه؟ الاول نفتح رمز الكمبيوتر دبل كليك، ثم نفتح السي، ثم نفتح المجلد اسمه وركينج فايل، ثم دبل كليك على الام تي. هنجد داخله مجلد اسمه اي سي دي ال تيست زد دوت زد اي بي. اجي دبل كليك يمين عليه، من كليك يمين اختار سيلكت، اختار اكستراكت اول. من اكستراكت اول هتظهر النافذه، هقول له اكستراكت لانه ما طلبش مني اي تعديل وافع على الاختيارات، ثم سب ميت. السؤال الثاني، عايزين نعمل ضغط بقى، مش فاكر ضغط، ضغط كومبريست للملف اللي اسمه ديسيشن اللي نوعه دي او سي اكس على هذا المسار. اوصل لهذا المسار الاول، نوصل لهذا المسار، دي اول جزئيه. بعد ما وصلنا للمسار اهو، وصلنا للمسار عند الملف اللي اسمه ديسيشن دوت دي او سي اكس، هنعمل ايه؟ حاجه ضغط عليه كليك يمين واختار سيندي 2، ومن سيندي 2 هختار كومبريست اهو، كومبريز اللي هو ضغط الملف. ثم بعد ذلك اعمل اعاده تسميه ليه لان هو ممكن يكون موجود قبل كده بنفس الاسم مثلا، واكتب دي اي سي، نكتب الاسم دي اي سي ونضغط انتر للتثبيت، ثم نضغط على زر سبميت. السؤال الثاني، عايزين نعمل اكسباند اللي هي ان احنا نعرض المجلد اللي اسمه الاي سي دي ال تيست على هذا المسار، يبقى عايزين نعرض محتوياته، اكسباند هنا يعني تمدده لمشاهده محتوياته. نصل الى المسار، دبل كليك على كمبيوتر، ثم نفتح السي، ثم دبل كليك على الوركينج فايل، ثم دبل كليك على الام 2، ثم بعد ذلك في الام 2 نقف ناحيه اليسار، اضغط على الاي سي دي ال تيست على السهم اللي جنبه لعرض محتوياته، ثم اضغط على زر سبميت ل توصيل او الموافقه على خطوات الاجابه. ننتقل للسؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين ننشئ شرط قط ايقونه اختصار للملف دهوت باسم جوب على سطح المكتب. نصل الى المسار بتاعه عن طريق ضغط المزود على كمبيوتر والسي والوركينج فايل والام 2 والاي سي دي ال تيست، وصلنا للملف اللي هو جوب. اضغط كليك يمين ثم سيند تو، ثم هختار ديسك توب كرييت شورت كات، ثم بعد ذلك سب ميت. السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين ننشئ اختصار. ليه هو هذا السؤال تم تكراره مره اخرى، تم تكراره مره اخرى. ننتقل الى السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين نغير اسم الملف اللي اسمه جودز الامتدادي دي او سي اكس في هذا المسار الى ملف اخر. يبقى تصل الى الباث او المسار، الضغط على ماي كمبيوتر، ثم السي، ثم الوركينج فايل، ثم الام 2، ثم الاي سي دي ال تيست دبل كليك، وصلنا الى الملف اللي اسمه جودز اهو. اضغط كليك يمين عليه، تظهر قائمه مختصره، نختار رينيم
والإيميل نكتب الاسم الجديد ستوك ونضغط انتر ثم نضغط على سب ميل. السؤال الثالث، السؤال الثالث عايزين نعمل سيلكشن تحديد لمجلدين، عايزين نعمل بس تحديد مش اكتر من كده. يبقى هروح افتح الرمز اللي هو الكمبيوتر، افتح السي وادخل جوه الوركينج فايل ثم الام 2 ثم الاي سي دي ال تيست. هنا عمليه التحديد على الملفين، اول ما ضغطت على الملف الاولاني فيتم تحديده، اسف ده مجلد، يبقى اضغط على المجلد الاولاني فيتم تحديده، ثم اضغط على كنترول وبالزر الايسر للماوس اضغط على المجلد الثاني فيتم تحديد المجلدين على هذا النحو، وما امشي دونت كلوز لا تقوم باغلاق النافذه، ثم اضغط على سبميت. السؤال الثاني مطلوب انك تختار هنا بقى مش مجلدات ملفات، نفس الطريقه يا شباب، هي نفس الطريقه ماشي، هي نفس الطريقه بنفس الخطوات، بس المره دي هتقوم بتحديد الملف ثم تضغط على كنترول وبالزر الايسر للماوس تحدد الملف الثاني ثم تضغط على سبميت. السؤال الثاني بيقول لك عايزين ننسخ الملفين، في ملفين عايزين ننسخهم من هذا المسار الى مسار اخر، طب هنعمل ايه؟ عمليه النسخ اللي هي قابل، يبقى الاول تصل الى المسار الذي يحتوي على الملفات، يبقى هتضغط على رمز الكمبيوتر وبعدين على سي والوركينج فايلز والام 2 ثم الاي سي دي ال تكست، بعد ذلك نقوم بتحديد الملفين اللي هو الباد مينيتون نمبر، اضغط عليه واحدده ثم اضغط على كنترول واحدد الملف الثاني اللي هو الفيز، بقى الملفين اصبح كده الاثنين محددين، اضغط كليك يمين عليهم او كنترول سي من لوحه المفاتيح، لو كليك يمين اختار كوبي، بعد ما اخترت كوبي خلاص راحوا للذاكره. انا دلوقتي هرجع بس بيقول لك فين عايزين ترجع للام 2، ابي ضغط على الام 2 اهو، نرجع خطوه للخلف كده ثم اضغط دبل كليك على التست اللي فاتحه وكليك يمين واختار بيست من القائمه المختصره ثم سب ميل. اعتقد السؤال الثاني عايزين ننقل، ننقل يعني نعمل قط الملفين دول، ملف اللي اسمه فيز اللي هو اكسل اكس ام اس اكس والوورد اللي هو الباد مينيتون نمبر، ننقلهم من هذا المسار الى مسار اخر. طيب هننقلهم ازاي يا شباب؟ طيب نشوف الاول نوصل الى المسار، افتح الكمبيوتر، يبقى دبل كليك على الكمبيوتر ثم على السي ثم على الوركينج فايل ثم الام 2 ثم الاي سي دي ال تيست، نقوم بقى بتحديد الملفين، نحدد الاولاني ونضغط كنترول ونحدد الثاني ثم نضغط كليك يمين ونختار القائمة المختصرة كات او كنترول اكس كده اتأثر، بعد ذلك عايزين نذهب الى انهي جزء؟ عايزين نذهب الى هو اللي انت هتضيفه في المجلد، في مجلد اهو ده اسمه الباب، اقرا المسار كويس هتلاقي المسار اللي تحت جزء من المسار اللي فوق، يبقى هترجع تفتح تضغط دبل كليك على هذا المجلد وانت بمنيتون دبل كليك ثم تضغط دبل كليك على الفيمل ثم كليك يمين وتختار بيست ثم سب ميل. تقل السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين نفتح نافذه لعرض الحجم الاسم النيم والسايز واللوكيشن ومحددين للمسار بتاعها. طيب خلينا في المسار، يبقى دبل كليك على الكمبيوتر دبل كليك على السي دبل كليك على المجلد وركينج فايل والام 3 والام 2 والاي سي دي ال اهوت، خلاص كده احنا وصلنا للمسار، جميل جدا. تعمل ايه يا شباب؟ انت عايز دلوقتي تعرض الاسم والحجم واللوكيشن والكلام ده، كل اللي عليك انك تضغط على هذا السهم للعرض ثم هتختار ديتيلز برفع عليك ثم بعد ذلك سب ميل. ننتقل للسؤال الثاني، في هذا السؤال مطلوب انك تفتح نافذه تعرض من خلالها الاسم والحجم والسايز في المجلد ده، ده نفس السؤال السابق، دبل كليك وتوصل للمسار ثم بعد ما وصلت الى الباف او المسار تضغط على شو ونختار منها دي تيلز. ننتقل للسؤال التالي، السؤال التالي مطلوب انك تعمل ترتيب سورت، والترتيب نوعين، يا اما ترتيب اسندنج ترتيب تصاعدي يعني من الصغير للكبير، او ترتيب تنازلي من الكبير للصغير. هنا عايزين نعمل ترتيب والترتيب ده نوعه تنازلي وحسب التاريخ، يبقى الاول نوصل للمسار يا شباب، يبقى دبل كليك على الكمبيوتر وعلى السي وعلى الوركينج فايل وعلى الام 2 وعلى الاي سي دي ال تيست، هل وصلنا للمسار؟ وصلنا للمسار، كل اللي عليك فقط انك تضغط على الديت موديفايد، ديت موديفايد وركز في نتيجه الضغط، بص للترتيب هتلاقي يبدا من التاريخ الاقدم ثم الاحدث وهكذا،
كده انت خلصت السؤال اضغط على سب ميت. ننتقل للسؤال الثاني برضه عمليه الترتيب داخل نفس المسار. ولذلك بيقول لك دونت كلوز ذا ويندو. دونت كلوز ذا ويندو ديت لان في اسئله هتكون تاليه لهذا السؤال، بس عايزين هنا عمليه الترتيب من الكبير، يبدا بالكبير الاول. طيب نفس الطريقه هتوصل للمسار. بعد ما وصلنا للمسار اللي احنا عارفين ازاي نوصل له، وصلنا للمسار نتاكد من المسار اهو اي سي دي ال، هنروح للسايز. لو ضغط على السايز فيتم الترتيب من الكبير للصغير اللي هو ترتيب تنازلي، ترتيب تنازلي لارجست. ننتقل ثم نضغط على سميت وننتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني في نفس النافذه، في نفس النافذه، والمره دي عايزين الترتيب من الاصغر. يبقى هي نفس الخطوات، نفس الخطوات، بس اتاكد ان وصلت الى المسار الصحيح واضغط على سايز فيتم اعاده ترتيبها ترتيب تصاعدي السندنج. السندنج ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، ثم اضغط على سب ميل. في هذا السؤال عايزنا نستخدم اداه البحث المناسبه، يوز ابروبريت تول، الاداه المناسبه لايجاد الملف اللي اسمه انفايز الموجود في هذا المسار. طيب تعالوا بينا نوصل الاول للمسار ده، بنكليك على الكمبيوتر، دبل كليك على السي وعلى وركينج فايل وعلى الام 2 ثم على الاي سي دي ال تيست. وصلنا للمسار، برافو عليك. هذه هي الاداه يا شباب الجديده اللي هي سيرش اهي. يبقى انا هو هنكتب داخل هذه الاداه انفايز واضغط انتر او اضغط البحث فتظهر نتائج البحث. اسيب النافذه مفتوحه لان في اسئله اخرى عليها، بس لازم اضغط على زر سبميت على اساس ان السؤال ده تعتمد درجه اجابته. ثم ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني نفس الخطوات، بس في هذه المره عايزين نبحث عن الملفات اللي بتبدا ب ال اي. ال اي يبقى هنوصل الى المسار، هنوصل الى المسار الخاص بينا كلنا عارفين. بعد ما وصلنا الى المسار هذهب الى ديت اللي هي خانه البحث، اكتب ال اي. اول ما اكتب ال اي واضغط انتر هتظهر نتائج البحث كلها التي تبدا بحرفي ال اي، ثم اضغط على زر سب ميت. ضروري انك تضغط على زر سبميت لتقديم الاجابه للاعتماد. السؤال الثاني باستخدام نفس الاداه برضه، باستخدام نفس الاداه عايزين الملفات اللي بتبدا بحرف اف اي. عندي مسار معين اوصل لهذا المسار، بعد ما وصلت لهذا المسار اذهب الى اللي هي خانه البحث اللي هي خانه سيرش، اكتب اف اي ثم اضغط انتر فيتم اظهار جميع الملفات اللي تبدا باف اي كابيتال. المره اللي فاتت كانت سمول، ركز في فرق ما بين الكابيتال في نتيجه البحث وما بين السمول. ثم بعد ذلك اضغط انتر ثم اضغط على زر سبميت. طيب السؤال ده المطلوب مني ان انا ابحث على الاكستنشن الامتداد اللي هو دوت ار تي اف، هوصل لنفس المسار. بعد ما وصلنا لنفس المسار هرفع خانه البحث واكتب دوت اللي هي نقطه ار تي اف اللي هي باللغه الانجليزيه لها حرف الزين، حرف الزين، وبعدين ار تي اف واضغط انتر فتظهر جميع الملفات التي تستحوذ هذا الامتداد، ثم نضغط على سب نوت. برضه بيقول لي دونت كلوز. هنا هو عايزين نعرف الملفات اللي حجمها اكبر من او يساوي 10، مور ذان اور ايكوال، اكبر من او يساوي ايه؟ 10. هنرجع لنفس النافذه في نفس المكان اهو، ثم بعد ذلك ما تكتبش اي حاجه هنا في خانه البحث، اضغط على زر على امر سايز، نضغط على امر سايز. ومن امر سايز يا شباب اكبر من او يساوي 10، يعني هي بتساوي بالضروره 10، فما اكبر من. الاختيار الوحيد اللي صح هو سمول 10 الى 100، ده الاختيار الوحيد اللي صح. ثم اسيب النافذه ثم اضغط انتر واضغط على زر سبميت واسيب النافذه مفتوحه لان في سؤال اخر عليها. السؤال الاخر عليها ده هو بيقول لي للزان اقل من او يساوي 10. يبقى واحنا في نفس المسار، واحنا في نفس المسار، بعد ما اضغط على سايز اقل من او يساوي 10 يبقى هي اقصى حاجه 10، يبقى الاختيار الصحيح من 0 الى 10. الاختيار الصحيح من 0 الى 10 ثم اضغط على سبميت. ثم بعد ذلك ننتقل الى سؤال اخر مطلوب مني ان انا اقوم بتركيب او بتصطيب اسطول طبعه محليه، طبعه محليه اسمها اتش بي بزنس انجكت 1000 على الكمبيوتر واوافق على جميع الادوات الافتراضيه. طب هعمل ايه؟ العمليه بسيطه، كل عليك انك هتروح ل اللي هو الستارت بيتون دهوت اللي هو زر البدايه، تضغط على ديفايس، ديفايسز اند برنتر، من ديفايسز اند برنتر هنضغط على اد برنتر، من اد برنتر هنضغط على اد لوكال برنتر، ثم بعد ذلك هقول له نيكست موافق على هذا الاختيار. ثم في خانه المصنع اللي هو المانيفاكشر اختار اتش بي لان لوحه اتش بي،
ثم اختار نوع البرينتر واقول له نيكست نيكست واوافع على جميع الاعدادات الافتراضيه ثم فينش. ثم بعد ذلك نضغط على زر سب نيت. السؤال الثاني عايزين نخلي هذه الاعداد على زر طبعه افتراضيه بالنسبه لجميع البرامج التي تعمل على هذا الجهاز. ست زائد اتش بي بزنس انجكت 1000 برينتر از ذا ديفولت برينتر. هنعمل ايه؟ برضه نفس الطريقه بسيطه. هتظهر الى زر هو ثم تختار ديفايسز اند برينترز. هتجد اسماء الطابعات هيئه الفاكسات الموجوده. اضغط كليك يمين على الطابعه ونرجع على طابعه افتراضيه من القائمه المختصره. اختار سيت از ديفولت برينتر ثم اضغط على زر سبميت. السؤال الثاني بيقول لك برنت وان اطبع لي نسخه واحده من الملف اللي هو اسمه ابديت اللي نوع ملف نصي وادي المسار بتاعه تمام بالطبعه الافتراضيه اللي هي اتش بي ديفولت دي. كل اللي عليك انك توصل لهذا المسار. هتفتح رامز جهاز الكمبيوتر دبل كليك ثم تفتح السي ثم تفتح المجلد وركنج فايل ثم المجلد ام 2. هتلاقي فيه ملف اسمه مجلد اسمه تيست دبل كليك عليه. داخل هذا المجلد هتلاقي فيه ملف اسمه ابديتس دوت اكس تي دبل كليك عليه هيتم فتحه. ثم من قائمه فايل هنختار امر برنت. من امر برنت هو عايز نسخه واحده في خانه نمبر اوف كابز. تاكد انها نسخه واحده ثم اضغط على برنت لان هو انت موافق على اعدادات الافتراضيه طبعا الافتراضيه هي الاتش بي بزنس انجن. ثم بعد ذلك سبميت. سؤال تاني بيقول لك فيو عايزين نشاهد مدى التقدم بالنسبه لوظيفه الطباعه فيو ذا برنت جاد بروجريس يوزنج ذا برنت كيو يو ويندو. كل اللي عليك انك من شريط المهام التاسك بار في سهم صغير كده السهم ده تضغط عليه هيكون عندك هذه الطبعه. تضغط على الطبعه هتظهر الملفات اللي هي حاليا في طابور الطباعه ثم بعد ذلك تضغط على زر سبميت. السؤال التاني عايزين نحذف كل الوظائف الطباعه الموجوده في الطبعه الافتراضيه. كل وظائف الطباعه الموجوده في الطبعه الافتراضيه يبقى هذهب الى الابدا اللي هو الستارت هوم ثم بعد ذلك هنختار ديفايسز اند برنتر ثم دبل كليك على الاتش بي بزنس اللي هي الطبعه الافتراضيه ثم اضغط على تو دوكيومنتري اضغط عليها فيتم فتحها ثم داخل هذه المنطقه الخاليه اضغط كليك يمين واختار اند كانسل اوف دوكيومنت ثم اضغط على زر سبميت. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني عايزين نعمل سكان للمشغل سي بواسطه البرنامج اللي هو كيو از شارجر دوت اكس اي. طيب هعمل ايه؟ ان الملف ده موجود فين؟ موجود على سطح المكتب. يبقى هضغط دبل كليك على الملف اللي تشغيله. ضغطت عليه تشغيله. من الصندوق العباره اللي هيظهر احدد السي واعمل سكان ثم بعد ذلك اضغط على سبميت. السؤال الثاني عايزين نقوم بتركيب ملف برنامج يبقى انستول ركب بالاعدادات الافتراضيه التطبيق اس اي على الجهاز الكمبيوتر الخاص بيه. طب هو موجود فين على سطح المكتب؟ اهو فرونز ديسك توب موجود على سطح المكتب اهو موجود على سطح المكتب. دبل كليك عليه وبعدين نيكست نيكست اوافع على كل الاعدادات الافتراضيه ثم لحد ما اوصل الى فينش ثم اضغط على زر سبميت. بعد ذلك ننتقل الى مجموعه من الاسئله السهله والمباشره. عايزين دلوقتي نشوف ويتش وان اي من العبارات التاليه او اي من الاشارات التاليه بنقدر عند الضغط عليه بينفذ وظيفه الريستور داون اللي هي استعاده النافذه. استعاده النافذه يا شباب اللي هي سي لما نضغط عليها ديت اللي هي مربعين فوق بعض ديت عباره عن ريستور داون ثم نضغط على سب ميت. السؤال الثاني بالنسبه للفولدر شكل الفولدر اللي هو دي ده شكل الفولدر اللي هو دي السؤال ثم اضغط على سب ميت. طب بالنسبه للمشغل اللي هو بي ادي المشغل بي ثم اضغط على سب ميت. طب بالنسبه للسكرول بار شريط التمرير شريط الدسم شريط التمرير سواء كان هوريزونتال او فيرتيكال يبقى ده شريط التمرير ثم نضغط على سب ميت. السؤال الثاني اللي هو طول بار شريط الادوات ده اشرطه الادوات اللي هي ايه اشرطه الادوات ثم سب ميت. ثم بعد ذلك التايتل بار شريط العنوان ده اسم شريط العنوان اللي هو سي اضغط عليه تايتل بار ثم سب ميت. طيب الديتيلز ده اللي فيها التفاصيل النافذه اللي فيها التفاصيل هذه هي اللي هي دي واضغط على سب ميت. ثم بعد ذلك بيتكلم على وصف لشكل المجلدات الموجوده في جهاز الكمبيوتر. الوصف يا شباب هو شكل هرمي اسمه هيراكلا. هيراكلا هو ده الشكل المطلوب. يبقى دي الاجابه اسعار ثم سب ميت. برضه نفس السؤال بس بدل ما كان بيقول لك مشغلات المره دي قال لك الاسطوانات والمجلدات والفايلات وكل شيء. برضه هي نفس الاجابه اللي هي هيراركل ثم اضغط على سب ميت.
سؤال اللي بعدين بنتكلم على لو عندك هذا السؤال عايزين نقوم بعملية إبحار لعرض مستند كبير الحجم كبير جدا ومشاهدة جميع صفحاته. يبقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم السكرول بار شريط التمرين ثم سب ميل. سؤال التالي، طيب اي من الامتدادات التالية يعبر عن برنامج المعالجة او برنامج الورد؟ برنامج الورد بياخد امتداد دي او سي او دي او سي اكس، البدلجات بتاعتنا دي او سي اكس. طيب لو كان برزنتيشن او باوربوينت، الباوربوينت بياخد بي بي تي او بي بي تي اكس ثم سب ميل. طيب لو كان فيديو، الفيديو اللي هو الايه في اي ثم سب ميل. طيب صوره انرجي فايل، الصوره اللي هي جي بي جي ثم سب ميل. السؤال الثاني بيتكلم على اي واحد من الوحدات التاليه بيستخدم لنظام بنقدر نخزن عليه نظام التشغيل، بنخزن عليه الملفات والمجلدات اللي هو الهارد ديسك، هو اللي بيتخزن عليه نظام التشغيل والملفات والمجلدات ثم نضغط على سب ميل. اي من الملفات يستخدم، اي من الاتي يستخدم لقياس كوحده قياس الميجا؟ مين اللي بستخدم له وحده قياس الميجا اللي هو حجم الملفات والمجلدات، سايز اوف فايلز اند فولدر ثم سب ميل. طيب نفس الطريقه بيقول لي مين هذه الوحدات لا يستخدم، لا نت نت هنا نفي، يبقى لا يستخدم اللي هو الدي بي. الدي بي ديت مش وحده اساسا تستخدم للقياس ثم اضغط على سب ميل. السؤال الثاني اي من الوحدات التاليه يستخدم لقياس الملفات والمجلدات؟ هتلاقي اللي هي الكي بي اللي هي كيلو بايت، لان الميجا هرتز والكيلو هرتز دي لقياس السرعه، بينما الكي بي ديت اداه غريبه، فهي الجرسه هي الكي بي ثم سب ميل. بعد ذلك بنتكلم على الترتيب، بيعرض لي الملفات من الاصغر سمولست تو لارجست، يبقى احنا عايزين نرتب الوحدات المستخدمه من الاصغر للاكبر اللي هي البايت، كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت، ثم نضغط على زر سب ميل. بعد ذلك بنستخدم على عمليه تخزين او تسميه ملف بحيث انه يكون معبر عن محتوياته. هذا الملف هو دبليو كيو سي سبتمبر 2008 تريننج، ثم بنفس الطريقه ثم سب ميل. نفس الطريقة بس لشركة اللي اسمها AZDX، دي الشركة، وادي السنة وادي الوظائف الخاصة بيها. في أكثر من عنصر لتسمية الملف، فبسميه باسم الشركة والغرض منه اللي هي الوظائف والسنة، دي الإجابة الصحيحة عشان نضغط على زر سب ميل. طيب هنا هو بنتكلم على عملية ايه هي اي من العمليات التاليه بيستخدم لتقليل حجم التخزين. تقليل حجم التخزين اللي هي الكونفرشن ديت، الكونفرشن اللي هي عمليه الضغط ثم اضغط على سب ميل. طيب عايزين نجيبها بطريقه بقى الايه العكسيه هنا. بيقول لك احنا اي من العبارات التاليه يستخدم لوصف اي الوصف الايه الضغط، الوصف للضغط اللي هو ريديوس اللي هو تخفيض او تقليل الحجم. يبقى مره ممكن نجيبها مباشره، مره ممكن نجيب المسمى وانت تختار تعريفه، مره ممكن نجيب تعريفه انت تختار المسمى ثم سب ميل. عايزين نعمل وصف للفيروس. ايه هو الفيروس؟ الفيروس هو برنامج بيعمل مشاكل في الكمبيوتر ممنعك انك تتعامل معاه بكفاءه. يبقى الاجابه الصحيحه بالنسبه لتعريف الفيروس بروجرام ذات انفكت ذا كمبيوتر اند بريفنت ات فروم وركينج ثم سب ميل. السؤال اللي بعديه عايزين نعمل تمكين للانتي فايروس بحيث انه يكتشف الفيروسات الجديده، يبقى لازم يكون في ايه تحديث باستمرار. يبقى الاجابه الصحيحه لهذا السؤال اللي هي انتي فايروس سوفت وير شود بي ابديتد ريجولاري ثم سب ميل. السؤال اللي بعديه بيقول لك ليه احنا بنعمل التحديث باستمرار للانتي فايروس؟ عشان يكتشف الفيروسات الحديثه. يبقى هنا الاجابه بطريقه عكسيه، ليه؟ لتمكينه تو انيبل ذا انتي فايروس سوفت وير تو ديتكت نيو فايروس. نضغط على زر سب ميل. السؤال التالي اي من التعبيرات الشائعه ديت مستخدم ل اي من هذه العبارات يكون اكثر شيوعا لتوصيل الفيروس لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك؟ المشكله كلها يا شباب انك ايه لما تعمل داونلود من الملفات، الملفات دي من اماكن غير موثوق بيها. يبقى الاجابه الصحيحه داونلودنج فايلز فروم اند تراستد سايتس ثم سب ميل. السؤال اللي بعديه بنتكلم على عمليه وكفاءه عمليه الباك اب، عملية كفاءة عملية الباك اب. الإجابة لهذا السؤال هي تو هاف أكاديمي، إنك تاخد نسخة من الملفات المهمة والضرورية، نسخ أصلية على أساس إنك أنت تسترجعها عند الحاجة إليها. أضغط على سب ميل. السؤال التالي، السؤال التالي برضه نفس الطريقة، الإجابة بتاعتنا ليه أنت بتعمل باك اب بالنسبة للبيانات؟ ليه تو بروفايل لأتجنب تو بروفايل ليديني بنسخه من الملفات لو عشان من اجل ان انا ما افقدش البيانات. يبقى انا بعمل باك اب
عشان احمي نفسي ان يكون عندي نسخه احتياطيه حتى لا اتعرض لفقد البيانات البديل اجابه الصحيحه ثم صب ليه. سؤال تاني نتكلم على الوسيله الاقل في التكلفه والافضل وفيها كفاءه عاليه لعمليه البقاء. في الحقيقه الوسيله الجديده النهارده اللي ظهرت اللي هي الاونلاين ستورج اللي هو التخزين الاونلاين التخزين اللحظي ثم اضغط على سب ايميل. بعد ذلك بنتكلم على اي من الطرق التاليه او الروتين المناسب لغلق جهاز الكمبيوتر. الروتين المناسب لغلق جهاز الكمبيوتر انك تضغط على ستارت بوتن على زر البدايه وتختار منه شات داون ثم تضغط على سب ايميل. السؤال الثاني اي برضه من الروتينات المناسبه لغلق البرنامج الذي لا يستجيب. الملف الذي لا يستجيب هتضغط الت كنترول وديليت وتقوم بتختيار هذا الملف ثم الضغط على زر اند تاسك. دي الاجابه الصحيحه يا شباب اللي هي الاجابه الثانيه. السؤال الثاني السؤال الثاني اي من الاوامر وين نوت لا يترتب عليه فتح للتاسك مانجر. يبقى في مجموعه من الاوامر اهي في اوامر معينه لم يترتب عليها فتح نافذه التاسك مانجر اللي هي ايه الاجابه اللي هي رايت كليك ذا ستارت ايكون. دي لم يترتب عليها فتح التاسك مانجر ثم سب ميل. السؤال الثاني السؤال الثاني بيتكلم على عمليه الدخول الى الشبكه والى نظام سواء للشبكه او الى نظام الكمبيوتر. ده في الحقيقه عشان يكون في كفاءه فالافضل ان لازم يكون في يوزر نيم اند باس وورد. يبقى لازم يكون في كلمه اسم مستخدم وكلمه سر ثم نضغط على سب ميل. طيب هنا السؤال ده بيقول لك اي منها بيكون متطلب لليوزر نيم. ايه اللي بيتطلب لليوزر نيم والباسورد اسم المستخدم والباسورد للدخول اليه بامان اللي هي الاجابه الصحيحه اللي هي الانترنت. لما تكون الدخول ليه بباسورد يوزر نيم بيكون في عامل امان ثم سب ميل. السؤال الاخير السؤال الاخير بيقول لك سكيورتي اللوج اون الدخول بامان الى الانترنت يتطلب ايه؟ يتطلب بالتاكيد اليوزر نيم اند الباسورد. كده سعدت بيكم واستطعنا بمشيئه الله عز وجل ان احنا نحل مع بعض 97 سؤال. نتمنى دائما وابدا ان احنا نسعد بمشاركتكم وبزيارتكم لقناتنا وقناتكم على اليوتيوب قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar او من بدايات قناه طارق النجار التعليميه mrtarqnagar.com او من بدايات كنوز الطارق www.forms.com/form.php. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.